قيل الكثير عن الصبر، من ذلك قول الرسول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت أقوى صرخة، وهو زينة النساء. ما ندمت عن الصمت مرة، ولكن ندمت على الكلام مرارا. الصمت هو الصديق الوحيد الذي لا يخونك، والعاقل من عقل لسانه. تعلم الإصغاء إلى صمت من تحب، بكثرة الصمت تكون الهيبة، وإذا تم العقل نقص الكلام. الكلام دواء، إذا قل انفع، وإذا كثر اقتل. الصمت يغذي الحكمة، وهو أحيانا أكثر فصاحة من الكلام. عفوا، ولكن الذبابة لا تدخل الفم المطبق. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت ذهب. السلام عليكم.